وبشأن استمرار التظاهرات المطالبة بوظائف في محافظتي ذي قار والنجف، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني تظاهرات في ذي قار وأيضا في النجف للمطالبة بوظائف، هذه المطالبات مستمرة كما تعرفون منذ عدة أشهر، ولكن السؤال المطروح: لماذا لا تؤمن الحكومة في العراق وظائف للخريجين وسط الاتهامات لها بأنها قامت بتشغيل نسب عالية من العمالة الأجنبية وأيضا هي تتقاضى رشاوى؟ ما السبب في ذلك أستاذ محمد؟ تحياتنا لكم ومشاهديكم الكرام. حقيقة ما يجري في محافظة ذي قار، تظاهراتنا هنا مستمرة لم تنقطع في أماكن متعددة، يعني تغطي، يعني نقول تغطي جميع أقطية والنواحي ومركز المحافظة أيضا. نعم. وهذه التظاهرات هي هذا الغضب الشعبي المتصاعد يوما بعد آخر بسبب فشل أو عجز الحكومة الحالية والحكومات السابقة أيضا عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن من العراق بشكل عام والمواطن هنا في محافظة ذي قار بشكل خاص. الحقيقة نعم. اليوم أتحدث عن اليوم تم إغلاق العديد من الدوائر هنا في الناصرية وقطع بعض الجسور وأيضا قطع بعض الشوارع الرئيسية، يعني هاي تعتبر مراكز حيوية، شركة نفط ذي قار ومستودع نفط ذي قار وقطع جسر الزيتون العديد وقطع طريق الاصلاح وقطع، يعني اذا عدنا ناخذ وقت قناتكم الحقيقه. نعم. كل هذا يؤدي والحكومه لم تستطيع ان تجد حلا لهذه المشاكل، الحكومه عاجزه، الحكومه مشغوله، الحكومه السلطه، لا نستطيع ان نقول حكومه، نحن تحت هيمنه السلطه، هذا هو الذي يجري. لذلك نحن نرى هذا العجز التام، الحكومه مشغوله بامتيازاتها وكيفيه الحصول على منصب رئيس الوزراء وكيفيه هذا الصراع المتصاعد يوما بعد اخر بين الولائيين وغيرها وغيرها من امور عديده. نعم. يعني تصور بان الخريجين هنا في محافظه ذي قار يفتشون الارض ويعتصمون امام الدوله منذ اشهر عديده. طيب. اليوم أستاذ محمد، أستاذ محمد، كما تفضلت هذه الحكومة يظهر أنها فشلت في توفير الوظائف، ولكن هيئة النزاهة قامت بضبط عقود لتوظيف وهمي في هيئة الاستثمار، كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة المتكررة؟ هناك وهميون في كل الوزارات، بماذا تفسر هذه الظاهرة في العراق؟ الحقيقة بالنسبة نقول الاستثمارات هنا حقيقة يعني مجرد عناوين، لا وجود لشيء استثمار في المحافظة. هناك مشاريع فاشلة وفاسدة ومتركية ومضى عليها سنوات، بالإضافة إلى هذا كل الدرجات الوظيفية وكل هذه التعيينات تتبع هذه الفترة والأعزاب، وأنتم ومشاهديكم الكرام يعرفون جيدا بأن الوزارة خلعت نظام المحصة المقيتة الذي قتل روح المواطن العراقي. الان نعرف بان الذين يعني لا يمتلكون حتى شهاده الابتدائيه يتم تعيينهم في مراكز مهمه ومراكز حيويه في الوقت الذي الخريجين الذين يحملون شهادات حتى الماجستير والدكتوراه الان يتعرضون حتى للقمع احيانا ودائما يتعرضون للقمع كما تحدث في محافظه المثنى يوم امس، كان هناك اعتداء تأثر على الخريجين كما يعني يتم الاعتداء على تظاهرين في الناصرية وظاهرات ذلك من تعاون كيدية. بالإضافة إلى هذا أستاذ أحد أن أرسل أيضا رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان إن كانت هناك حقوق إنسان حقيقية كما يدعون، لأن لدينا أيضا معتقلين من الخريجين بعد أن تم الاعتداء عليهم تم اعتقال 7 منهم الآن معتقلين في مراكز الشرطة، وهذا أيضا دلالة أخرى. لذلك يا أخي نحن نقول لأن الآن مجموعة أحزاب فاسدة وفاشلة هيمنت على مصدر القرار العراقي هي من تتحكم، لا يستطيعون هؤلاء أن يسلكوا السلطة لأنهم جاءوا من أجل إبادة الشعب العراقي ومحاربة العراقيين. وإلا أنا أسألك، أتمنى أن تعطيني بعض الوقت حتى تفضل تفضل فكري. تفضل أستاذ محمد، يعني ولا أنا أتساءل، والسؤال ليس في مني شخصيا وانما هو السؤال عام من خلال لقاءاتنا المستمره المتبرعيه ولقاءاتنا مع قاده الراي هنا في المحافظه. نعم. الناس تتساءل
ماذا يعني هذا خراب الدمار في محافظة الدفاع؟ وماذا يعني هذا الفساد الموجود في هذه الشركات؟ نعم. وماذا يعني بأن هذه المليارات التي تصرف المواطن العراقي لا زال يعاني حتى من أبسط الخدمات، الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وهذه كلها خدمات ضرورية، كل هذا يجري ونحن لم نشاهد حتى الذين صعدوا للبرلمان، أنا من المقاطعين للانتخابات، وهذا حقيقة يعني يشعرني بالسعادة، يعني السعادة النسبية التي لم أكون جزءا من هذه المنظومة السياسية ولم أطق اصبحت هذه الانتخابات المسؤوليه والمسؤوليه. استاذ محمد، بمناسبه الحديث عن الاحتجاجات والتظاهرات التي يقوم بها خريجو الكليات والمعاهد، طبعا في ظل صراع شركاء العمليه السياسيه على المناصب كما تتابعون في الاخبار، هل تعولون انتم كشباب على حل مشاكلكم التي تخرجون لتلبيتها بشكل شبه يومي؟ هل تعولون على حل المشكلة مع الحكومات المتعاقبة في العراق؟ أخي العزيز، نحن الآن يعني حقيقة يعني اعتمدنا على أنفسنا. نعم. منذ يوم خرجنا إلى ساحات التظاهر، منذ يوم أن عرفنا بأن هذه الكتل والأحزاب براذير منظومة سياسية فاسدة لا تستطيع أن تقدم شيء. نحن حقيقة فيما بيننا على الأقل نعبر عن وجهاتنا من خلال وسائل الاحتجاج من خلال التكافل الاجتماعي الموجود بيننا، وهذه لقاءاتنا المستمرة عندما يحدث شيء في الناصرية الأخوة. وإذا يعني أحب أن أنقل أيضا لكم المشاهد الإيجابية كمواطنين، وليس كسلطة لا يوجد لديها أي شيء إيجابي يقدم للعراقيين عفوا، ولكننا كمواطنين عندما تحدث قضية الديوانية تجد ابناء الناصريه مع ابناء الديوانيه، وعندما يحدث ايضا هناك الناصريه تجد ابناء الديوانيه او ابناء السماء وابناء المحافظات الاخرى ايضا في الناصريه، وهذا كله حقيقه يؤدي الى حاله من الغليان الشعبي، الغليان الشعبي وصل الى 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 حد حقيقه الى حد هيجان الثوره. لذلك نحن نعترض على انفسنا، نحن نعرف بان لديه السلطه ولديه المال ولديه كل السلاح ولديه القتل ولديه مستعدين كل المسائل ضدنا، لكن مع هذا نحن نملك ارادتنا ونملك حبنا لشعبنا، وهذا هو دافعنا القوي لمواجهه كل الذي يجري لنا ويجري الاخوان المتظاهرين في محافظه الدقاره وفي المحافظات الاخرى. نعم. من الناصريه الناشط في التظاهرات محمد الخياط، شكرا جزيلا لكم.